تصدرت الإمارات دول العالم ونالت العلامة الكاملة في استجابة الحكومة للتغيير ودعم الحكومة لريادة الأعمال وتمويل المشروعات المجازفة. واللامركزية المالية وهي 4 مؤشرات فرعية ضمن مؤشر جودة الصفوة 2022، وبالإضافة إلى المؤشرات الفرعية 4 نالت الإمارات الصدارة العالمية في 3 مؤشرات فرعية، وهي قدرة سكان الدولة على الدخول إلى شبكة الإنترنت بسهولة، حيث حققت الإمارات في هذا المؤشر 85.6%، ونسبة الإنفاق الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغ المعدل 74.14%، ومعدل تطعيم السكان باللقاحات المضادة لجائحة كوفيد 19 وبلغ 96.13%.